تحياتي للسادة النواب المحترمين. السادة النواب يحتاجوا رد من الحكومة يا فندم. أنا الأول أقول لهم مساء الخير، وعايز أوضح حاجة بقى. إن في حاجة بيان الحكومة وفي برنامج الحكومة. بيان الحكومة اللي دولة رئيس مجلس الوزراء ألقاه اليوم ده بيتضمن خطوط رئيسية وعريضة لما حواه برنامج الحكومة. فمتوزع على السادة النواب النهاردة. برنامج الحكومة في أكتر من 150 صفحة. وبيان الحكومة 29 صفحة. فالبيان يعتبر ملخص موجز للملامح الرئيسية البرنامج. لما حواه البرنامج. كويس. كل الأمور التفصيلية اللي حضراتكم بتتكلموا فيها لو سيادتك اديت فرصة للسادة النواب يوم او اتنين او تلاتة يطلعوا على برنامج الحكومة هيجدوا فيه ردود لأكثر من 90% لما سمعته الآن. كويس. فأرجو بس سيادتك تدي السادة النواب فرصة للاطلاع على برنامج الحكومة ثم دخول في الأسئلة التفصيلية. طيب سيادة النائب محمد فضل سيادة النائب عايز يسأل حضرتك. يا معالي الوزير يا معالي الوزير مساء الخير يا فندم على حضرتك. مساء النور. انا بس كنت بقول ان البيان للاسف ان هو بيان برضو تقليدي لانه لم يفكر في تعظيم الموارد للدولة وارتكز في الموارد على تحسين الاداء الضريبي زيادة تحصيل الضريبة. احنا كنا متخيلين ان بعد الاربع سنين العجاف اللي هما كانوا في منطقة الصعوبة اللي ثبتنا فيه اركان الدولة كنت متخيل ان بيان الحكومة هيفكر في تعظيم موارد خارج الموارد التقليدية اللي احنا كلنا شغالين على جيب المواطن في الضرائب وتعظيم الضرائب وكيفية تحصيل الضرائب. ليه النهاردة بيان الحكومة ما قالش ان احنا هيبقى عندنا مصادر اخرى لتعظيم موارد الدولة؟ اتفضل سيادة الوزير. ويا فندم دولة رئيس الوزراء قال ان احنا هنعظم موارد الدولة سواء من الضريبية وغير الضريبية. النهاردة كان في كلمته بهذه العبارة سواء الضريبية او غير الضريبية. نعم. التفصيل بقى بتاع غير الضريبية ده وارد في البرنامج. البرنامج كبير جدا. البرنامج معمول كمان عايز اقول لحضرتك فيه واقعية مفيش فيه احلام، بالعكس الواقعية والواقعية الشديدة لدرجة ان البرنامج بيقول لك انتوا في خلال سنتين هتشعر بنقلة نوعية كبيرة جدا. سيادة الوزير يعني حاجة بتقول البرنامج يعني اللي قال الدكتور مصطفى النهاردة ده جزء او ملخص ليه البرنامج الحقيقي؟ ده بيان محاول. ده بيان. البيان ده عبارة عن ملخص او بيتضمن الملامح الرئيسية لبرنامج الحكومة. اللي بيعكف بقى على دراسة برنامج الحكومة حاليا اللجنة الخاصة التي شكلت برئاسة سيادة النائب السيد الشريف. هي حاليا تعكف على دراسة البرنامج وشكلوا خمس لجان فرعية. أيوة. كل لجنة منهم اختصت بمحور من محاور البرنامج الخمسة. وكل لجنة هتعد تقرير عن هذا المحور ثم يعدوا تقرير إجمالي عن برنامج الحكومة. النائب عمرو الجوهري من شوية كان بيقول انه دولة رئيس الوزراء ما قالش اتعهد، قال من شوية كده هذا الكلام. ما بالنسبة لحضرتك هذا الامر الرد عليه ازاي من جانب حضرتك؟ اتعهد بيه التعهدات انه اتعهد مثلا بمشكلة الفقر، مشكلة الاسكان، بمشكلة مثلا حياة الناس ومعيشة الناس او الصحة او التعليم. ده كلام النائب عمرو الجوهر مش كده يا سيادة النائب؟ انا قلت لسيادتك دولة رئيس الوزراء قال بيان واقعي مفيش فيه احلام ولا كلام تتفاضى، بل بالعكس قال احنا انجزنا 85% برنامج الاقتصادي الاصلاح. معنى كده ان في 15% بنشتغل عليها. دولة رئيس الوزراء قال ان في خلال سنتين المواطن هيشعر بتحسن المعيشة كبير جدا. في خلال سنتين. لان في 15% لسه باقيين في برنامج الاصلاح. نعم. فارجو بس ان احنا نقرا كويس جدا البرنامج. وحنكتشف انه في كثير من الردود على الاسئله التي قد تتبادر. طب سياده النائب اسماعيل نصر الدين عايز يكلم حضرتك، اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. معالي الوزير طبعا انا متفاهم جدا ان ما القي اليوم هو بيان
اما التفاصيل هتبقى موجودة وانا فاهم ان هي موجودة في ما استلمناه من كتيب للبرنامج ككل. بس انا كان يعني اقصد اقول ان المواطن المصري الغلبان دوت بيحتاج مننا جميعا ان احنا نقرب له الصورة. الصورة بلا شك بعد هذا الجهد والعناء اللي تحمله المواطن المصري خلال 4 سنوات فاتت اعتقد ان شاء الله هي طيبة وان شاء الله تؤدي الى خير. ولكن عايز المواطن المصري يسمع ان هناك برنامج لحماية او لكبح جماح الاسعار اللي بتاكل اي زيادة احنا اديناها له. يبقى لابد ان يكون يعني كان ان نلمح ان هناك ومعالي دولة رئيس الوزراء قال ان هناك برامج لحماية وتنظيم السوق المصري بحيث نكبح جماح الاسعار ونحاول نعمل الوسائل اللي تخلي في امكانيه لان هذه الاسعار يا تثبت على الاقل يا اما لو نقدر نخفضها كمان نخفضها. انا يعني مع سعادتك في ان التفاصيل موجوده ولكن كنا نتمنى ان يكون ما يطرح على الناس لان مش كل الناس ال 100 مليون ولا ال 104 مليون مش هيقروا البرنامج. اتفضل سياده الوزير. طيب هو يا فندم كلام سيادتك مظبوط. معالي دوله رئيس مجلس الوزراء النهارده قال في كلمته ان احنا بنحاول نضبط الاسعار من خلال ان احنا بنزود منافذ توزيع السلع الحكومية سواء كانت خاصة بوزارة التموين أو القوات المسلحة أو الداخلية أو تحيا مصر أو أي منافذ أخرى تخص الحكومة هنتوسع فيها حتى نضبط الأسعار. هذا بالإضافة إلى تفعيل الأدوات الرقابية من خلال وزارة التموين والشرطة كافة الأجهزة المعنية بالسوق وجهاز حماية المستهلك. كل هذه الأجهزة ستعمل على ضبط الأسعار في الأسواق. يبقى احنا بنزود المعروض من خلال المنافذ الحكوميه وفي الوقت ذاته بيتم مراقبه حركه الاسعار في الاسواق من خلال الاجهزه الرقابيه المختصه. انا نفسي يعني طب سياده الوزير خليني اقول يعني معلش يعني استاذ احمد اتفضل. نفسي قبل يعني تدي الساده النواب يوم واحد بس لقراءه التفاصيل لان زي ما بقول لحضرتك هيجدوا ردود على اكثر من 90% من الاسئله المشار. لكن هي فرصه ان انا سمعت حضراتكم وفرصه ان انا يعني التقيت بالساده النواب على الهواء. سياده الوزير حضرتك بتقول انه دوله رئيس الوزراء او الحكومه مش هتقول حاجه مش هتعملها، يعني الحكومه ملتزمه او بتتعهد اللي اتقال النهارده بالاضافه للي موجود كاملا في البرنامج هو ده الحكومه ملتزم امام الشعب انها تنفذه مش كده؟ ده كلمه صريحه من دوله رئيس مجلس الوزراء ان ما نقوله نحن ملتزمون امام الله وامام الشعب وامام البرلمان وامام قيادتنا السياسيه ان احنا ننفذه. فهذا كلام صريح قيل من دوله رئيس مجلس الوزراء. ولو سيادتك جبت تسجيل للكلمه هتلاقي هذا الكلام تابعتها وشفتها بالكامل. صحيح قال كده صحيح. بحييك وبشكرك وزير عمر مروان.